أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. انقضت 100 يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية التي رأسها السيد سعد الدين العثماني، وعلى الرغم من قصر هذه المدة الزمنية التي عادة ما تكون مؤشرا على تقدم أو تأخر العمل الحكومي في أي بلد، فإن حكومة العثماني شهدت خلالها عددا من الأحداث والقرارات التي حظي بعضها بالإشادة وبعضها الآخر بالانتقاد، ويمكن اعتبار أحداث منطقة الريف وما واكبها من طاعات حكومي أبرز ما وسم 100 يوم الأولى من عمر حكومة العثماني، حيث تنامت الاحتجاجات بشكل كبير في الريف وطغى الأداء الحكومي بعض الارتباك على الأداء الحكومي، وهذا باعتراف العثماني نفسه. فما هي أهم الإنجازات التي حققتها حكومة العثماني خلال 100 يوم الأولى؟ هذا هو السؤال نحاول الإجابة عنه في الجزء الأول من المشهد المغاربي. ورحب مباشرة بضيفي من الرباط مدير مركز هسبريس للدراسات والإعلام الأستاذ أشرف طريبق. أستاذ أشرف مرحبا بك. إذن فيما يتعلق بكما جرت العادة في كثير من دول العالم الحديث عن ما أنجزته الحكومة في 100 يوم الأولى، الكل يعلم طبعا الظروف التي نشأت في هذه الحكومة، 6 أشهر انتظار مع حكومة بن كيران ثم تسمية سعد الدين العثماني. لو أردنا في نقاط سريعة الحديث عن الإنجازات بداية التي تمكنت هذه الحكومة برغم ظروفها، ظروف تشكيلها وظروف تكوينها أساسا، ما هي أهم الأشياء التي نجحت في تحقيقها في 100 سنة الأولى، 100 يوم الأولى عفوا؟ يمكن القول أن حكومة السيد سعد الدين العثماني يعني من السابق لأوانه تقييمها، على اعتبار أنه لا يمكن إخضاعها لقاعدة 100 يوم، باعتبار أنه تشكيل هذه الحكومة جاء في سياق مختلف تماما، وهي نعتبرها حكومة ثانية بالمقارنة للحكومة التي كانت يشكلها إلى بن كيران، بمعنى أنها حكومة شبه توافقية على إخراج معين ما بين الحزب الأول الذي فاز في الانتخابات وما بين الأحزاب المشكلة لتحالفه وما بين قرار الملك الذي يقتضي تعيين هذه الحكومة. فالحكومة لم تضع بحسبانها يعني أن تقدم حصيلة أولية 100 يوم الأولى بقدر ما حاولت أن تنتقل من حالة البلوكاج الحكومي الذي كانت تعيش عليه أيام تعيين السيد عبد الله بن كيران إلى حالة من الاستقرار الحكومي، يعني أن نأتي بحكومة يزاول المسؤولون يعني يستلم المسؤولون فيها مسؤولياتهم ويعملون على إعادة التدبير النفس الإداري بشكل سياسي يعني رويدا رويدا. ولهذا ستجد أنه لا توجد لدينا إنجازات يعني إيجابية تذكر باستثناء محاولة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية التي كانت ورشا إصلاحيا في عهد السيد عبد الله بن كيران، وأيضا الاستمرار في نفس النهج مع التسريع بوتيرة إخراج النصوص التي عرفت بدورها أيضا بلوكاجا لدى الغرفة التشريعية. طيب أستاذ أشرف ابقى معي، سأعود إليك. ينضم إلي كذلك الأستاذ محمد بودن رئيس مركز أطلس للدراسات. أستاذ محمد مرحبا بك. نفس السؤال حول إنجازات هذه الحكومة، ما الذي تمكن العثماني من إنجازه في 100 يوم الأولى بتقديرك؟ أهلا وسهلا سيد سمير. طبعا 100 يوم طبعا هناك يعني هناك تباينات في قراءة 100 يوم، لأن هناك من يعني يحدد معيار 100 يوم منذ تعيين سعد الدين العثماني في 17 مارس في تحديد الميلاد الرسمي للحكومة في 17 مارس الماضي، و طبعا هذا كان موعد لتعيين العثماني رئيس الحكومة، وبعدها في 26 فبراير كان تعيين الحكومة، ثم أيضا يوم التصويت على البرنامج الحكومي. فكيف يمكن يعني حساب 100 يوم؟ هل على أساس تعيين العثماني أم على أساس تعيين الحكومة بكاملها أم على أساس التصويت على البرنامج الحكومي؟ ولكن يعني بغض النظر عن هذا، فأعتقد بأن الحكومة
جاءت في ظرفية طبعا كانت لها أرسلت أولويات ووضعت أهدافا أظهرها البرنامج الحكومي، جاءت بترتيب سداسية فيها الكثير من التوافق، فيها الكثير من التكنوقراطية أو الجانب التقني. حكومة لحد الآن يرافق عملها توتر واضح، وأكثر من ذلك فالحكومة لحد الآن ولو أنها لم تبدأ بالوتيرة المطلوبة، ولكن هناك مطالبات من الشارع بإقالة بعض وزرائها، بمعنى منذ البداية يعني الأسهم موجهة أو السهم عفوا موجهة نحوها، وبالتالي هذا أعتقد أنه سيصعب المأموريات. طيب أستاذ محمد ابقى معي. أستاذ أشرف، يعني كأن هناك إجماع على أن حكومة العثماني لم تحقق شيئا يذكر، لكن في حد ذاتها لما انطلقت الحكومة كان هناك سؤال كبير عن المدة التي يمكن أن تستمر هذه الحكومة قائمة فيها، على اعتبار مكوناتها والأحزاب المختلفة والمختلطة والمتنافرة في بعض الأحيان، والبرنامج أصلا الحكومي الذي من الصعب التوافق عليه بين هذه الأحزاب الخمسة أو الستة التي تشكل هذه الحكومة. بقاؤها في الصورة وفي المشهد مع الصدمة إن صحت العبارة تسميتها، ما يحصل وما حصل في الريف أبان بدايتها أو انطلاقها، ألا يعتبر شيء يعتبر شيئا إيجابيا؟ يعني أن العثماني إلى حد الآن مع كل هذا الجو في المغرب وعدم ربما التوافق داخل الحكومة وما يحدث في الريف لم يقدم استقالته إلى حد الآن وما زال صابر، ألا يعتبر محافظ على الأقل بقاء الحكومة واستمرارها؟ ألا يمكن أن يقال أن هذا شيء إيجابي إلى حد الآن قد يحسب لصالح الحكومة بقاؤها متضامن على الأقل إلى حد الآن؟ الحكومة العثمانية إلى حد الساعة. السؤال طبعا السؤال للأستاذ أشرف طريبق لو ما زال موجود معنا. أستاذ أشرف، نعم أنا معك، تفضل السؤال إليك. نعم، قلت يمكن اعتبار يعني استمرار حكومة العثماني إنجازا في حد ذاته، خصوصا بالنظر إلى الظرفية التي عرفتها يعني ولادة هذه الحكومة، وأيضا تزايد نفس الاحتجاج على مستوى منطقة الريف وربما تعديه إلى مناطق أخرى. أيضا هناك بعض الصعوبات الاقتصادية، هناك بعض الإجراءات الإدارية التي ينقصها نصوص قانونية لابد أن تخرج من البرلمان، غياب يعني إدارة كاريزمية قوية تفرض على الوزراء تتبع نهج معين. هو السيد العثماني يميل إلى التوافق إلى التشاور أكثر مما يميل إلى يعني فرض سياسة جماعية يعني تحت إمرته، فهو رجل توافقي أكثر مما هو رجل يعني ذو كاريزما معينة. إذن فاستمراره إلى حدود الساعة هو نجاح في حد ذاته، هو خروج بالمغربي من نفق البلوكاج ومن نفق التراشقات السياسية، لا سيما أنه لا ننسى حتى الواقع السياسي يعني شدته خفت شيئا فشيئا بعد استمرار الحكومة، ولا ننسى أيضا عقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي أشار في بيانه أنه يساند هذه الحكومة مع التزامها بالوعود التي قطعتها أمام المواطنين، يعني هي مساندة مشروطة. أعتقد هذا السياق يجب أن نقرأ تقييم حصيلة الحكومة العثماني قراءة سياسية في سياق معين أكثر مما هو قراءة تقنية، مع العلم أن حكومة العثماني هي تشمل تكنوقراط أكثر مما هم سياسيين. أعتقد أنه إذا كتب العمر يعني لهذه الحكومة وتستمر في عطاء في عملها، أعتقد أن بإمكانها أن تحقق نتائج على المدى المتوسط والبعيد. لكن إذا لم تستمر هذه الحكومة، وهذا شيء جد متوقع إذا تعرضت لخلخلة من قبيل إقالة بعض أعضائها، أعتقد أنها ستعود إلى نقطة الصفر، وسيزيد يعني منسوب الثقة في التراجع ما بينها وما بين المواطنين، وهذا تعكسه آراء المواطنين وهذا متوقع. يعني مسألة انفراط عقد هذه الحكومة ممكن يعني الآن، ما هي المؤشرات عليه؟ يعني هذه المؤشرات هي انتظار تقرير
اللجنة المكونة من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تحت إمرة المفتشة الجديدة يعني لوزارة الداخلية السيدة زينب العدوي، يعني ننتظر هذا التقرير وماذا سيقول فيه الملك، وارتباطا بذلك إذا كان هذا التقرير يحمل المسؤولية لعدد من وزراء الحكومة، الملك سيكون صادقا مع وعده بإقالة البعض. إذا لم يحمل هذا التقرير مسؤولية فشل وتعثر مشاريع برنامج حسيمة منارة المتوسط إلى الوزراء، أعتقد سيكتب لهذه الحكومة عمر جديد. واضح. أستاذ محمد بودن، صحيح أن هناك ملامح كثيرة ربما ظاهرة لعدم إنجاز أي شيء حتى لا نتحدث عن فشل، لكن في حد ذاتها سياسة التوافق التي انتهجها العثماني إلى حد الآن والتي مكنت من بقاء الحكومة متماسكة برغم الخلافات المعروفة حتى عندما تكونت وتأسست منذ البداية، ألا يمكن أن يحسب هذا العثماني قدرته على باتباعه لسياسة التوافق هذه قدرته على إبقاء الحكومة متماسكة، وهذا في حد ذاته مهم جدا بالنسبة للمغرب على مستويات كثيرة سياسية أو اقتصادية وغيرها؟ يعني العثماني مطالب بإيجاد توليفة لحفظ التماسك على مستوى حزبه، أولا حزب العدالة والتنمية، وكذلك يعني جبر خاطر الأمين العام هادي عبد الإله تركيان في دار المؤتمر القادم في ديسمبر 2017. وعلى المستوى الحكومي أعتقد بأنه يعني ثمة شروط تحدد العلاقة، ولكن هذا التآلف أو هذا التعايش بين كل الأحزاب من شكل الحكومة قد يشكل عقبة في 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 زمن ما، لأنه لا يمكن توقع لا يمكن توقع الصعوبات التي يمكن أن تكشف عنها يعني الرغبة الملحة على ضمان التناسق في الحكومة بأي ثمن، لأنه أعتقد أنه ثمة العديد من الوعود التي قدمها العثماني، ثمة العديد من يعني التضمينات التي قدمها العثماني لشركائه في الحكومة، ولكن لا ننسى بأن هذه الحكومة مطوقة أولا بتطلعات شعبية تريد أن ترى يعني منجزات حقيقية، ولحد الآن الحكومة لا زالت تحلل المعطيات فقط، لا زالت لم تنزل أي شيء. لماذا يا أستاذ محمد؟ لماذا ما زالت تحل المعطيات كما ذكرت؟ ما هي أهم العوائق التي حالت دون إنجاز أشياء يعني ولو حتى بسيطة يعني؟ على المستوى يعني ثمة بعض المجالات والتي يمكن القول بأنها بعيدة عن الجوانب التقنية أو الاختصاص الحكومي التنفيذي، مثلا في الجانب الخارجية هناك مجهودات يقوم بها أو هناك إنجازات حققها وزير الخارجية، وعلى مستوى يعني جوانب مثلا تتعلق ب يعني فيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية، أكيد أن هناك وعود، ولكن هذه الوعود بعضها غير قابل للتطبيق، والآن يعني الطرف لا يسمح بالتفكير في المستقبل بشكل هادئ. ثمة الآن يعني أوضاع معقدة في بعض الجوانب، منها موضوع الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، هذا لا يسمح للحكومة بالتفكير بهدوء في المستقبل، ثم أيضا مطوقة بغضبة ملكية، لأنه في أول اجتماع وزير لهذه الحكومة الملك عبر عن استيائه وقلقه وانزعاجه، هذا أعتقد بأنه مؤشر على أن الحكومة يجب أن تبذل قصارى جهودها من أجل أولا يعني الحفاظ على تماسكها، ومن أجل عدم حصول يعني إقالات من داخلها، ومن أجل تحقيق تطلعات الشعب، ومن أجل تنفيذ برنامجها. وكذلك هناك رهانات يعني للأحزاب المشاركة، كل حزب له رهانات. واضح جدا. محمد بودن رئيس مركز أطلس لدراسة السياسات، كنت معي من الرباط، شكرا جزيلا لك، أشرفت لي بقعود إليك. فيما يتعلق بأهم العراقيل أو العوائق التي
تحول دون العثماني وإنجاز لأبسط ما يمكن إنجازه فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاقتصاد المغربي. الآن كان هناك مشروع تعويم الدرهم ثم وقع التراجع عنه إلى حد الآن، أجل إلى وقت غير مسمى مما قيل أنه شكل من أشكال الارتباك الحكومي، لا ندري طبعا الأسباب، لكن بعض التعليقات تتحدث عن هذا السبب، ارتباك داخل الحكومة، لكن الكثير يتحدث عن عوائق تصنع في طريق العثماني. ما هي أهم هذه العوائق التي حالت دون إنجاز الأمور البسيطة على الأقل التي يمكن على الأقل أن تقدم للمغاربة على أنها إنجاز؟ نعم، أعتقد أنه حكومة العثماني هي من البداية ولدت حكومة ضعيفة، هي مع احترامنا لكل الكفاءات والقادة المنتمين السياسيين إليها، لكن من البداية هي ولدت بشكل مرتبك وبشكل غير طبيعي، لأنه لا ننسى أن الانتخابات جاءت في سياق معين، لكن نتائج تشكيل هذه الحكومة هي مخالفة لما أتت عليه صناديق الاقتراع، هذا أولا. هذا الإشكال سيؤثر على دعمها من طرف الحزب الأول في الانتخابات، يعني هي لا تتميز بدعم قوي ومساندة كاملة مكتملة الأركان من طرف الحزب الأول الذي ينتمي إليه تعدي العثماني. ولمسنا ذلك في غياب طويل لأمينه العام يعني السيد عبد الله بن كيران في عقد اجتماعات الأمانة العامة لحزبه، ومن أجل اتخاذ مواقف تساعد العثماني على المضي قدما في تدبير شؤون هذه الحكومة، لأن كل حكومة بدون دعم سياسي وتأييد جماهيري أعتقد لن تقدم شيئا للوطن. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، يعني كثرة التقنقراط داخل الحكومة يجعلهم يستمعون للأوامر والتوجيهات من جهات أخرى وليس من طرف سعد الدين العثماني. نحن نعرف أن الوزراء التقنقراط مع احترامنا لكفاءتهم وقدراتهم إلا أنهم لا ينضبطون سياسيا، هم لا يعرفون الواقع السياسي كيف يتم وكيف يتم تشكيل القرار السياسي داخله، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم وزراء للملك بغض النظر عن التراتبية الإدارية التي تجمعهم برئيس الحكومة، وهذا لمسناه في عدد من الملفات التي لا تصل إلى تعدي العثماني فيما يكون وزير الداخلية قد مضى في تدبيرها وكذلك وزراء أخرى لا ينتمون إلى مكونات سياسية. المسألة الثالثة هي هذه الاحتجاجات هي أكبر يعني حاجز وعائق لتحقيق إنجازات لدى حكومة العثماني. حكومة العثماني لتحقق إنجازات تقنية على الواقع لابد لها من سلم اجتماعي، لابد لها من محيط هادئ ساكن يمكنها من التفكير وتنفيذ ما ترمي إليه بسهولة، لكن تصاعد هذه الاحتجاجات يضعها مباشرة أمام غضب الشعب، يضعها مباشرة أمام غضب الملك، يضعها مباشرة أمام غضب مكوناتها السياسية ومناضليها الحزبيين، وهذا يجعلها للأسف الشديد ليست في موقع قوة حتى تخرج لنا إنجازات إلى حيز الوجود. كما قلت سالفا مجرد استمرارها أعتقد هذا هو الإنجاز الوحيد. طيب أستاذ أشرف تريبق الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من الرباط، ورحب بالزميل كذلك الصحفي الكاتب الصحفي إدريس عدار. إدريس مرحبا بك. حديثنا كما تعلم عن 100 يوم لحكومة عبد سعد الدين العثماني، هناك شبه إجماع على أن الحكومة لم تقدم الكثير، ولكن التجانس والبقاء في الصورة وصورة التماسك على الأقل أمام المغاربة اعتبره البعض إنجازا لحكومة العثماني بقاؤها، لكن ما هي بتقديرك أهم العراقيل التي واجهتها والتي ربما نقول أنها شكلت صدمة لحكومة العثماني، الحكومة غير المتماسكة 100%؟ كما يعرف الكل واجهت ربما بعض العراقيل، ما هي أهمها والتي أثرت حتى على الأداء وعلى تقديم ما يمكن أو ما ينتظره المغاربة؟ بالنسبة لتقييم 100 يوم من عمل حكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وينبني على معايير عديدة، وكل نتيجة يصل إليها أي شخص هي انطلاقا من المعيار الذي يقوم بتقييمه.
أما من حيث ما يمكن أن يسمى عراقيل تواجه أو واجهت حكومة سعدين العثماني خلال 100 يوم الماضية فيمكن إجمالها في طبيعة في الشرط السياسي والاجتماعي الذي رافق الحكومة أثناء التكوين وبعده. فالشرط السياسي والاجتماعي لم يكن ميسرا لعمل الحكومة. نعرف أن حكومة الدكتور سعد الدين العثماني هي جاءت على أنقاض حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران الذي تم إعفاؤه من تشكيل الحكومة بعد نتائج الانتخابات. إذن هذا الشرط السياسي كان صعبا على سعد الدين العثماني باعتبار التفاعلات التي نتجت عن هذا التعيين داخل حزب العدالة والتنمية، باعتبار حزب العدالة والتنمية المكون الأساسي داخل الأغلبية. فرغم أن الأستاذ عبد الإله بن كيران قال في البداية أنه سيدعم الدكتور العثماني، وقال بالأمس أنه دعمه إلى حدود تشكيل الحكومة وكفى، بمعنى أنه لم يكن هناك دعم مطلق من داخل حزب العدالة والتنمية للدكتور سعد. لماذا بتقديرك يا إدريس؟ لماذا بتقديرك؟ لماذا لم التفاعلات التي أعقدت إعفاء الأستاذ عبد الإله بن كيران من رئاسة الحكومة وتعيين شخص ثاني كان لها تفاعلات داخل الحزب قابلها يعني رفضها البعض وقابلها البعض وقابلها البعض على مضض وقابلها البعض لمصلحة. إذا لم يكن هناك إجماع داخل العدالة والتنمية على تعيين الدكتور العثماني رئيسا للحكومة، وهذا أثر يعني لا يمكن أن نطلب من رئيس حكومة لا يلقى الدعم من حزبه الأساسي أن يقوم بأشياء كثيرة. طيب بناء على هذا إدريس، كيف تنظر إلى مستقبل حكومة العثماني؟ في الواقع يعني يصعب توقع ما يعني المستقبل حكومة الدكتور العثماني نظرا لمجموعة من الاعتبارات، إلا أنه هناك مؤشرات على أن الحكومة رغم أنها لم تقم بما يجب أن تقوم به أي حكومة في العالم في بداياتها الأولى، أي أن تضع أسس برنامج متكامل تشتغل عليه، لا نقول أن تحقق منجزات في 100 يوم، ولكن أن تكون الأسس التي تضعها لبرنامجها واضحة المعالم وهي غير متوفرة الآن. إلا أن هناك نقطة مهمة تتعلق أساسا بالمنهجية التي اتخذتها حكومة الدكتور العثماني. أعتقد أنها تختلف عن حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران، هي حكومة لم تعطي وعود كبرى بأنها تعرف حجم التحديات المطروحة عليها. ما المطلوب إدريس الآن؟ ما المطلوب من حكومة العثماني فعله من أجل إعطاء دفعة ثقة بينها وبين المواطن المغربي، بين الشعب المغربي؟ أعتقد أن الخمس سنوات الماضية كانت 5 سنوات قاسية إلى حد ما. أنا لا أحمل المسؤولية لشخص بعيني أو لحزب بعيني، ولكن كانت قاسية على المغاربة. تم خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاجتماعية التي أضرت بقوت المواطن. إجراءات ضريبية أضرت بالاستثمار وبسوق الشغل، وبالتالي تأثرت مناصب الشغل داخل المغرب. الآن ممكن لحكومة سعد الدين العثماني أن تخفف من حدة البيع الأوهام للشعب، وأن تدخل في برامج يكون لها طابع
يكون لها طابع اجتماعي جدي. يعني طيب بمعنى مسألة ما يحصل في الحسيمة في منطقة الريف المغربي، هل لو تمكنت الحكومة من إيجاد الحل؟ طبعا الآن ربما البعض يقول الأمر خرج من يد الحكومة لأن الملك تدخل، وهناك تقرير يعد الآن في مسألة التقصير في البرنامج الكبير، برنامج الحسيمة منارة المتوسط انطلق منذ 2015 لم يوجد منه إلا القليل القليل، لكن لو تمكنت الحكومة من إنجاز شيء ومن ترتيب أمر هذه الجهة، هل يمكن أن تكون تلك إشارة إيجابية تعيد نوعا من الثقة بينها وبين الحكومة بين الشعب المغربي؟ هل يمكن القول أن التحدي الأكبر الآن الذي على العثماني مواجهته هو إيجاد حل بداية؟ هناك مناطق كثيرة تحتاج حل، لكن بداية إيجاد حل لمنطقة الريف. كي نكون منصفين، فحكومة الدكتور العثماني سرعت بمجموعة من القوانين التي ظلت في الرصوص وتتعلق بالجهوية الموسعة التي أقرها المغرب منذ سنة 2011، ومجموعة من المشاكل التي عرفتها منطقة الريف هي من جملة الأسباب. هناك القوانين المتعلقة بالجهات وطبيعة تسييرها، لكن لا يمكن أن نطلب من الحكومة أكثر مما هو مخول لها. واحد. رقم جوج، قضية الريف لم تعد اليوم فقط قضية مطالب اجتماعية وحراك شعبي يطالب بمستشفى وكذا وكذا، لكن هناك تشبيك وتعقيدات كبرى. الحكومة هي جزء من كل هذه العملية، ولكن ليست هي كل هذه العملية، وبالتالي لا أنتظر من الحكومة أن تقوم بشيء كبير لفائدة منطقة الحسيمة، ولكن هي جزء من الحل فقط وليست هي كل الحل، نظرا لطبيعة الحكومة، ونظرا ثانيا لطبيعة المشكل ككل. يعني بعدما تجاوز مرحلة أن يكون حراكا اجتماعيا ذو مطالب واضحة إلى أن يصبح قضية فيها نوع من التشبيكات والتعقيدات أكبر من الحكومة، ولكن الحكومة هي جزء من الحل باعتبارها هي المسؤولة عن تنفيذ المشاريع والبرامج ومراقبة وضع البرامج وتنفيذها. طيب أختم معك بسؤال عن الحكومة، تشكيلة الحكومة نفسها. الكل نتبعنا يعني الصعوبة التي ظهرت بها حكومة العثماني، ثم السهولة كذلك التي تشكلت بها في فترة وجيزة جدا، 5 أو 6 أحزاب الآن تكون هذه الحكومة، وهذا في حد ذاته تحدي كبير للعثماني أن يبقي هذه الأحزاب الستة متماسكة، ناهيك عن أن الحديث عن برنامج حكومي واحد. هل كذلك الآن هناك خطر على بقاء واستمرار هذه الحكومة بهذا الشكل؟ لأن هناك تجاذبات، وهناك ممن دخل الحكومة، وهناك بعض الأحزاب التي تشتغل لصالحها أكثر من أنها تشتغل من أجل العمل الحكومي، فالبعض يتخوف أو يتوقع ربما أن الحكومة نفسها بهذه التشكيلة ربما لا تستمر أو لن تستمر طويلا. ما رأيك أنت في هذا الكلام؟ طبيعي أن الأحزاب تشتغل لذاتها، فهي الأحزاب تريد أن تقوي من الأتباع ومن وجودها داخل المجتمع، ولا أعتقد بأن العمق الأساسي للمشكل داخل الحكومة هو تعدد الأحزاب، لأنه في نظري أنا ليست هناك إضافات كثيرة داخل الحكومة، فالحكومة السابقة كانت تضم أحزاب، يعني حزب من الإسلاميين وحزب للمحافظين وحزب دليل حزب الشيوعي السابق، ورغم ذلك يعني استمرت هذه الحكومة 5 سنوات، وخرج حزب الاستقلال ودخل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان على خصومة مع حزب العدالة والتنمية، وكانت هناك اتهامات متبادلة في السياسة، ليست هناك عداوات. أعتقد أن التحالف الحكومي إلى حد الآن هو ليست هناك مؤشرات
على انه بدأ عقده ينصرم او يتفتت. طبيعي هناك هناك بعض القضايا التي يشتغل فيها كل حزب لنفسه، وهذا شأن الأحزاب وشأن طبيعي وشأن حكومة، لا تتكون من أحزاب متقاربة. طيب. لا من حيث الأيديولوجيا ولا من حيث البرامج. هي يمكن القول بأنها حكومة ضرورة فرضتها طبيعة النتائج التي أقرضتها الانتخابات التشريعية. طيب. لم يكن أمام أحد حل غير أنه تكون هناك مجموعة أحزاب، سواء ما كان يطرحه الأستاذ عبد الإله بكيران أو ما قبل به الأستاذ. واضح. ننتظر وننظر. أستاذ إدريس أنا أشكرك شكرا جزيلا. إدريس عدار الكاتب الصحفي كنت معي من الرباط. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود، فتفضلوا بالبقاء معنا.